أحب القرآن الكريم، وأنا أتمنى أن أحفظ القرآن كاملا. فمن يحفظ القرآن ينال الجنان. هذا صحيح، ولذلك أوصانا به رسولنا الكريم قائلا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن يطيب لنا أن نقدم لكم فقر التيمين من أداء صف البيجبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. كيف حالكم يا أبنائي؟ بخير والحمد لله. أخبروني، هل حفظتم سورة القارعة؟ بارك الله فيكم، من سيقرأ لي إياها؟ أنا يا شيخ. تفضل يا رناد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا رجل. هل تعرفون أنا اليوم سعيد؟ ماذا يا شيخ؟ لأن زميلكم فيصل أتم حفظ القرآن. هيا بنا لنحتفل بهذه المناسبة. تعال يا ريما. يلا. الحمد لله الذي هدانا للدين والإسلام واجتبانا. سبحانه من خالق سبحانه، بفضله علمنا القرآن. نحمده حق أن نحمد ظهر الزهر ومطاح الندى. ثم الصلاة كلما الحادي حدا على النبي الهاشمي محمد. هذا غلام قد قرأ وقد كتب وقد تعلم الرسائل والخطب. علمني معلم ما قصر، رددني في درسه وكرر. إني تعلمت كتابا أكثر.